عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد ودبارة جديدة. وكما عودناكم عنا فقرة طبق من العالم، معاها نعملو طبق رئيسي وحاجة حلوة. بالنسبة لليوم عنا في المنيو باش نعملو حاجة صحية هكاكا، ديجا باش تكون بحذنا شوية آخر. احنا أخصائية التغذية تعطينا رايها في المنيو بتاعنا وقلنا نعملو حاجة ترضيها هي وترضي الناس، زادا اللي باش يعملوا ريجيم والا يحبوا ينقصوا شويه في الماكله. باش نعملوا طبق باش يتكون من حاجات فيهم اللحم، الخضره، صوص وكل شيء باش يطيب في الفور، ومانيش باش نقليه حتى شيء. اكيد من بعد تلقاو لي زانغريديون واضحين امامكم على الشاشه، وكيف كيف الطريقه نكونوا عاملينها مع بعضنا. وفي طبق من العالم، عنا فقط طبق من العالم، اخترت نعملو بيتزا، اما مش البيتزا متاعنا لا التونسية ولا البيتزا الإيطالية، باش نعملو البيتزا التركية. تختلف في الشكل، تختلف زادة في الحاجات اللي تتحط في وسطها. وكل عادة عنا حاجة حلوة، قلت نعملو حاجة حلوة باردة اليوم، نعملو شارلوت. باش نعملوها بالفرومبواز، تنجموا تختاروا اي نوع انتوما غلة تحبوا عليه. وباش نعملوها بالشوكولا، شوكولا بلون شوكولا نوار، وتنشوفوهم بعد كيفاش باش يكونوا. دونك هذيا دبارتنا احنا بالنسبه لليوم. المكونات كما قاعدين تشوفوا فيهم، عنا برشا حاجات هكايا محليهم، منهم لي فرومبواز الكولور نتاعهم محلاه، والمطعم نتاعهم زاده كيف كيف. وذاك علاش اول حاجه باش نبداو بها اليوم هو الديسير، على خاطر يحب الوقايه شويه يشد روحه في الفريجيدير، قد ما يشد روحه قد ما يكون خير وابن. احنا لهنا المكونات كالعاده باش تكون واضحه امامكم على الشاشه، عندنا فرومبواز وعندنا المعجون نتاع الفرومبواز، وحضرنا دو كريم. اكيد المكونات باش يكونوا واضحين، خذينا كريم ليكيد ركضناها ومن بعد قسمناها، شطر حطينا فيه شوكولا بلون وشطر الاخر فيه شوكولا نوار. وعندنا لي بسكوي هذوما، هي من الاحسن نستعملوهم هما في الشارلوت، سينو اللي يحب يستعمل اي نوع بسكوي اخر اكيد عنده حريه الاختيار. احنا لهنا باش نمدو لي كريم نتاعنا، وناخذو المول اللي باش نحطو فيه الشارلوت نتاعنا، كيف كيف المعجون هذا باش نحلو في طري في ماء، نقسموها هي الكميه نتاع المعجون، باش ناخذو جوست شويه نغطسو فيه البسكوي باش يطرى. اذا كنتو باش تعملوها شارلوت كامله مثلا شوكولا نوار ما فماش غله، نجمو انتوما تحطو كان قهوه تغطسو فيها من غير ما تعملو المرحله هذيا. نحلوه شوية بشوية، ديما نقولكم قاعدة نحاول انه نعملو حاجات حلوة ماهيش مشحرة ومختلفة شوية على اللي احنا متعودين بيه في حلو رمضان، منهم الزليبيا، المخارق، اليويو، الحاجات هذوكا كلهم مشحرين مقليين. دونك هذايا اللي باش نغطسو فيهم، باش نغطسو لي بسكوي نتاعنا فيه. ناخذو كيما ريتو، خديت قالب وحطيت كله كي غلفته بالبابيي باش كي من بعد كنخرجو ما يلصقلناش البسكوي في القالب نتاعنا. فما برشا ناس كي يعملوا شارلوت يخلطوا ما بين لونغ دو شا وما بين الجينواز، انا اخترت نعملوا بحاجه سهله مهله من غير ما نخدموا الفور ونركضوا جينواز، هاكا بالبسكوي هذايا نجموا نحضروا الدسير نتاعنا. دونك قبل كل شيء ناخذوا القياسات نتاع اي قالب باش نستعملوه، راهو كيما هكايا ما نستحقوش باش نقصوها. فرضا قالب اصغر تنجموا تقصوا اللي نلقاوه زايد طالع من الفوق. ناخذوا نغطسوها من جهتين ونجيو ونرصفوا بالطريقه هذيا،
ديجا القالب هذايا واضح وين باش نحطو مكعبة البسكوي. هذاك الاسباس نبعتو يتغطى بالكريم، مش مشكلة. نجم القالب مدور يعطي زادا فورمة ياسر مزيانة. أما قبل الكريم باش نزيدو شوية من البسكوي هذايا في الوسط غاديكا، باش من بعد الكريم ما تقلقنيش كي باش نقلبوها. باش نمشيو للمرحله اللي من بعد. اذا خدينا طول كريم ليكيد نتاع حلويات ما نستحقوش نزيدو سكر، على خاطر هي ديجا سكري. اما اذا خديناها تمشي سكري سالي وقتها نزيدوها شويه سكر. دونك احنا توا باش نحطو الكريم، نبداو من البلايص هذوك اللي قعدت فيهم فراغات. انا مثلا اخترت لهنا شوكولا بلون وشوكولا نوار، كيما قلت لكم على حسب لي بارفان اللي انتم باش تعملوهم تنجموا تنوعوا في الكريم نتاعكم. تنجموا نوازيت بخاليني اذا باش تعملوها شوكولا، تنجموا تزيدوا جو كافي. توا باش نزيدو نحطو من كعبات البسكوي. اما قبلها باش نحطو حاجه اخرى اللي هو المعجون بتاع الفرامبواز. باش نحط شويه في الوسط. نرجعو باش نحطو البسكوي تاعنا. وتوا باش نحطو من الكريم، بعد ما نكملو نحطو كوش اخرى من المعجون. وباش نزيدو نحطو كعبات متاع فرامبواز. Thank you.
نزيدو الفاني كريم والكريم اللي بشوكولا بلون باش نزينو بها من الفوق. من بعد توا باش نكملو جوست نسكروها. نبلوها شوية شوية مش برشا. باش نخليوها تبرد. كان مزروبين نخليوها في الكونجيلاتور. كان ما عندنا شي زربنا في الفريجيدير تبرد في عقلها وتشد روحها. وهكاكا حتى ليغو يتمزجوا مع بعضهم خير وتعطينا ريزولتا احسن. المطعم يكون افضل. كيما هكايا كملنا الشارلوت نتاعنا قعدت كان انها تبرد. انا باش نمشي نخليها في الفريجيدير. نجيبو المكونات نتاع الطبق الثاني نتاعنا او بالاصح الروسيت الثانيه خاطر هو باش يكون الطبق الرئيسي الاول في دبارتنا. وتكون زيدا بحذنا اخصائيه التغذيه اللي باش تعطينا رايها في المنيو كيف كيف تعطينا افكار شنو نجمو نبدلو وبشنو تنجم تنصحكم. رجعت لكم. حضرنا لهنا المكونات نتاع الطبق الرئيسي نتاعنا. قلنا باش نعملوا حاجه صحيه وتكون بحذنا زيدا اخصائيه التغذيه. مرحبا بك. مرحبا يعيشك أميرة. ليتني حضرت ديجا شارلوت قلت فكرة متاع حاجة حلوة للسهرية. صحيح. نحبك تعطيني رأيك في الأمور الصحية. أيوة اللي كيفاش ننصحوا العبيد إذا باش يأكلوا منها. أوكي. وزادة أنت باش تكون بحذية كي احنا باش نحضروا الطبق هذا اخترت حاجة تكون صحية. صحيح. هو النجمو مثلا المكونات باش تكون واضحة أمامكم على الشاشة أكيد. هو النجمو البطاطا مثلا تكون مقلية قبل. أنا اخترت أنه كل شيء يتحط ما غير ما نقليو البطاطا ويتيبوا مع بعضه الكله في الفرن. باهي دونك انا هاني باش نبدا نوري المكونات. كما قلت لكم عندنا بصل، عندنا اللحم المفروم، عندنا بطاطا، عندنا طماطم، عندنا صوص طومات خفيفه وفلفل. هذيا كل باش نعملوهم في الطبق نتاعنا باش يدخلوا يتيبوا في الفرن. نجموا ناكلوهم مع روز والا كان خليتنا اميره ناكلوهم مع الخبز. تري بيان. باهي نرجع لشارلوت اللي قبيله حضرتها شيف. دونك الحقيقه الحاجه الباهيه كيما قلت انه على الاقل في رمضان نبعدوا قد ما نجموا على الحلو اللي يبدا مشحر واللي يبدا مقلي على خاطر بالحق معناها اللي كالوري نتاعو الحريرات نتاعو ياسر عاليه. اون بلوس زيد نحسوا روحنا انه عمليه الهضم نتاعنا ياسر تكون رزينه في بعد شقان الفطر وبعد نهار طويل نتاع الصيام. دونك ماذا بينا ديما نحاولوا نخفوا لو ماكسيموم في الحاجات اللي باش ناخذوهم سورتو بعد شقان فطر اللي يكون كما تعرف تبدا الطاوله طويله وعريضه. دونك ماذا بينا نخفوا لو ماكسيموم. الحاجه الباهيه في شغلات اللي عملتها شيف صابرين اللي هي فيها لي فخوي روج. لي فخوي روج كما نعرفوا اللي هما بالحق فيهم برشا مضادات اكسده معناها يطردون السموم على الاخر من البدن نتاعنا. والحاجه زاده اللي ممكن برشا ناس ما تعرفهاش انه لي فخوي روج فيهم مؤشر جليسيمي ياسر منخفض معناها بالحق ما يطلعوش البيك نتاع السكر ياسر. ساعات راهو نجموا نلقاهم حتى اقل من التفاح اللي برشا عباد يقول لك التفاح هو لو روا نتاع الغله. اما بالحق الغله الحمراء تحتوي على مضادات اكسده قويره برشا. اون بلوس زاده كما قلنا ما طلعش برشا البيك نتاع السكر. دونك ننصحوا بها كانواع نتاع غله نزيدوها في لي ديسير نتاعنا. ممكن باش نردوها اليجي اكثر نستغنيو على المعجون على خاطره حلو برشا والا نعملوه في ميزون ونستبدلو هكاك السكر المضاف. نجمو نحطو فيه اي نوع نتاع بديل السكر ولا نعملو كان سكر الغله اللي فيه معناها جوست حلاوته هو اكاهو. بيان سور ديما لا افراط ولا تفريط. الكونتيتي مهمه على الاخر في الحلويات خاصه في رمضان. العباد اللي فريمون عندها مشاكل صحيه والا مثلا عندهم مرضى السكري والا العباد اللي
تحب تحافظ على ميزانها في شهر رمضان. نجمو الحقيقة اون استوس، نجمو ناخذو الحلويات نتاعنا بعد الماكلة مباشرة، يعني نحاولوا اكل بيك نتاع السكر اللي باش تطلع وباش نهضموا بها الماكلة نتاعنا، نحاولوا نستغلوها باش ناخذو على الاقل اكل حاجة الحلوة، وهكاكا ما نعملوش دو بيك سوكسيسيف ويولينا برشا ستوكاج في السهرية. دونك العبيد اللي عندها خاصة المرضى السكري نحاولوا ناكلوها بعد الماكلة مباشرة بكميات صغيرة بيان سور، دونك كما قلنا لا افراط ولا تفريط. فوالا دونك حطينا هاكا رونديل نتاع بصل من بعد بطاطا الحم هكاك اللي يكمل الطبق نتاعنا، باش نخليهم طومات سويس طماطم فريشكا مرحيه، وهذا كل باش يطيب في الفور. هو الحقيقه اللي يحب يدير روحه ينجم يقليها البطاطا، اما راهو اذا نخليوه يتحمر بالكدا عادي مش باش نحسوا الفرق برشا من صحيح. بعد صحيح. هو بالنسبه للطبق اللي قاعده تعمل فيه توا الشيف صابرين بالحق مزيان، ديجا الوانه يسر هكا يشرهو فيه الخضره بيان سور، نحاولوا انه ديما ندخلوا الخضره في الاطباق نتاعنا، سورتو برشا صغيراتنا ما يحبوش ياكلوا الخضره هكاك سلطه والا مقصوصه نيه، دونك حتى كي ندخلوها شويه في الاطباق نتاعنا حاجه هايله على الاخر، على الاقل فيها قيمه غذائيه هايله على الاخر. جوست يمكن الاختلاف هوني في البطاطا اكاهو، على خاطر هي مصدر نتاع النشويات كبير، دونك لو كان احنا نحبوا نستحفظوا شويه نجمو هي نخليوها كطبق رئيسي، معناها ما نزيدوش للروز للخبز، اي ما نزيدوش معاها مصدر اخر نتاع النشويات، يعني على خاطر البطاطا بطبيعتها مصدر نتاع نشا قوي شويه، ومعناها مؤشر الجليسيمي نتاعو عالي برشا. والا العبيد اللي تحب تستحفظ على وزنها، ولا كيما قلنا مرضى السكري خاصه اللي يخافوا مكا ارتفاع مستوى السكر اللي تسبوا البطاطا، نجمو نستعملوا الباذنجان اللي هو الحقيقه ياسر يعطي جو بنين في لي جور كيما هكا لي غراتان ولا الحاجات اللي ندخلوهم للفور. والباذنجان فيه برشا فوائد، سي ان كابتور دو غراس، يعطي جو بنين برشا خاطر فيها كلي في سكري هكا، وبالحق كي نزيدوه لي صوص والكل دونك يذوب ويعطي جو ياسر بنين. دونك نجمو نبدلو كيما قلنا جوست البطاطا بالباذنجان والا بقرع اخضر زاد مثلا، وهكاك يولي الطبق نتاعنا متكامل على خاطره باش يدخل في الفور ديجا. اللحم مصدر نتاع بروتينات هايل على الاخر، خاصه اذا ما نستعملوهش بكثره، معناها مره في الاسبوع ناخذوا لحم احمر ما فيها بيس، وكما قلنا لنا باش نقليوه ولنا باش نزيدوه مواد دسمه كبيره برشا ما فيها بيس الحقيقه، اما هو باش يكون الطبق الرئيسي نتاعنا اذا استحفظنا على البطاطا. ولكن اذا احنا معناها قاعدين نتبعوا في غذاء جوست صحي ولا لصغيراتنا كما قلنا، البطاطا راهي مصدر نتاع طاقه مهم على الاخر اللي هو بطيء الامتصاص، جوست ما نزيدوش معاه ممكن حاجات اخرى باش ما يوليش برشا علينا وكها، معناها هو ديجا ولا بطاطا لا. اي هو ديجا نتصور يعني هذايا طبق نقولوا احنا عائلي كل واحد باش ياخذ هكا، يعني باش تجيه ممكن كعبه ولا كعبتين بطاطا ولا. يعني في في الحاله هذه ماهيش كميه كبيره حاجة كبيره ولا. اذا فريمون ضبطنا الكميات، معناها ديما احنا نقولوا راهو في التغذيه ما فماش حاجه ممنوعه، ما فماش حاجه تسمن وحاجه تضعف، اذا انا نجمت نضبط الكميات نتاعي، عرفت شنو هي المصادر نتاع الطاقه، المصادر نتاع البروتينات وظفتها، عرفت روحي في كل حاجه شنو نزيد شنو نحذف، فريمون نجم ناكل من كل شيء، خاصه حاجات كيما هكا في ميزون ما عندنا ما نخيروا عليها، بالعكس معناها نجمو ناخذوا وبيننا يبدا مرتاح. جوست كيما قلنا بعض لي زيكسيبسيون اللي هي ينجم عبيد تكون عندها امراض معينه والا فريمون مستحفظين على ريجيمهم، اللي هو خاطر فما بعض الريجيمات يكون ما فيهمش مصادر طاقه، ينجم وقتها جوست هذيك تحذفها وكها، اما لو كان الكميات معقوله ما فيها بيس الحقيقه كيما قلنا لا افراط ولا تفريط. واضح. دونك احنا لهنا كيما ريتو حطينا الحم الخضره نتاعنا، توا عندنا لهنا طماطم المرحيه باش نزيدو نفوحوها طريف ونزيدو لها الزيت ونخليو الطبق نتاعنا هذايا يطيب في الفور، ومن بعد عندنا باش نعملو بيتزا. دونك نتصور البلا هذايا مع كل واحد يستك طرف بركه من البطاطا وترونش صغير من البيتزا اللي هو لاباس تري تري بيان. نزيدوهم سورتو سلايطه، هذيك اللي بها الفايده، على خاطر السلطه بالحق مهمه على الاخر خاصه في شهر رمضان اللي احنا ساعات ننساوها، يقول لك بارده وما نجمش ناكلها وتشبعني، دوك انا بالحق نقول بعد ما تاخذوا كصحيفه الشوربه
اللي هي تهيئ المصارن وتلينهم انه باش نقبل ماكله بالحق طبق السلطه ماذا بيها يكون موجود في اللونتري، على خاطر راهو الالياف اللي موجوده في السلطه عباره حمايه طبيعيه، معناها هي باش تابسوربي لي باش تمص ليك الزيد الكل، يعني كان عندي دهون زايده كان عندي سكريات من بعد في الدسير نلقى روحي كالسلطه ذيك حمتني بطئت لي عمليه امتصاص الدهون ولا السكر، معناها انا كي ناكل سلطتي ومن بعد ناكل طبق كيما هكايا حتى كيما قلنا فيه شويه بطاطا والا زدنا من البيتزا على الاقل نلقى روحي محمي وسلطه شبعتني، دونك نجم ناكل كميات قليله اللي هي ما تضرنيش. واضح. دونك انا كيما قلت لكم باش نكملوا توا نخلطوا الصوص هذايا نفوحوها باش نهزوا نقصوا شويه من الصوص هذايا باش نحطوا منها للبيتزا، ولو اني انا قلت لكم راهي ماشي كيما البيتزا اللي احنا متعودين بها تفهموا بعد علاش حطينا شويه من الطماطم المرحيه. لهنا احنا نحطوا الفلفل الزينه، انا ديما نقول حتى كان الغوسيت ما تستحقش كركم نحطوا شويه على خاطر المنفعه نتاعو، في برشا مضادات اكسده هي على الاخر ينظف لنا سورتو الكبده نتاعنا يعاوننا في التنظيف مهم على الاخر. حطينا الفلفل الاكحل باش نكملوا، الملح حاولوا ديما زيدا لي غوسيت نتاعنا نقصوا في الملح لو ماكسيموم خاصه في رمضان على خاطر بالحق ما نخلطوش ساعات نشربوا برشا كميات نتاع ماء، معناها ديما تحسنا في رمضان فما اون توندونس لك الشيح الماء ديزيدغاتاسيون خاصه اخر رمضان سورتو، معناها تلقانا استانسنا بالصيام زيدا الطقس السنة ماهوش سخون برشا زيدا ينجم يكون من الاسباب اللي يخلينا ما نعطشوش برشا، دونك هذيك علاش ماذا بينا بالحق نردوا بالنا من الملح الزايد اللي نلقاوه في لي فروماج سورتو استعملت التون برشا اللي هو ياسر مالح، المصبرات زيدا كيف كيف شيف صابرين ماذا بينا تو كيما الصوص هذيا تكون طماطم فريشكا ومرحيه ديما نحاولوا ندخلوها في العادات نتاعنا اللي هي عادتنا القديمه، معناها انه نطيبوا بالطماطم الفريشكه هي على الاخر خاطر المصبرات ديما راهم يحتويوا على كميه ملح وسكر ياسر كبيره، معناها ماذا بينا نتجنبوهم قد ما نجم. دونك توا باش نهزوه للفور من غير ما نغطيوه باش نخليوها على نار ضعيفه كيما قلت لكم باش يطيب وفي نفس الوقت يتحمر هكاكا ناخذوا نفس النتيجه وقت اللي نقليو البطاطا هكاكا باش ما يرجعش عليه برشا الفابور ويولي عبرته بالحق طايب نقولوا احنا بجوست ماء معناتها ولا بالفابور رجع عليه. توا باش نخليو الطبق نتاعنا في الفور ونرجعوا باش نكملوا البيتزا. حطيناه في الفور الطبق تاعنا فوالا. على ذكر الفور زيدا ماذا بينا ديما بالحق صحيح نبداو مزروبين في شهر رمضان والوقت ساعات يبدا ضدنا، ولكن ماذا بينا ديما درجه الحراره في الفور ما تكونش ياسر قويه سورتو كيما هكا غوسات فيها الخضره وفيها لي بروتيين على الاقل قيمتهم الغذائيه ما تتنحاش ولا حتى لي سافور المطعم يجي ابن برشا، دونك سورتو لي حاجه اللي فيها الخضره ماذا بينا ديما نحطوها افو تري دو وبالحق هكاك تولي صحيه كاريمون، خاطر ساعات كي نقويو درجه الحراره نتاع الفور ويبدا فيها زيت راهو زيت هذاك يوصل يتحرق كانه قليناه في القليه. فوالا واضح. احنا توا باش نحضروا بقيه المكونات نتاع البيتزا، عندنا الفلفل وبقيه البصل مع اللحم المفروم هذوما كل باش نرحيهم مع بعضهم. البيتزا نتصور زيدا اللي يحب ينجم يعمل فارين كومبليت مش نفس النتيجه في البن على الحقيقه اما اللي يحب يبدل ينجم يبدل. شوفين زيدا تنجم تكون يمكن اقرب في الجو خاطر ما يجيش هكا ياسر قوي مطعم الشوفين، اما نتصور في الشوفين باش تجي معجنه شويه باش تقعد خاطر الشوفين ما فيهش برشا كالجلوتين اللي يعطي اللي في القهوه في الفارين العاديه. دونك باش نجيبو الروبو باش نرحيو المكونات نتاع البيتزا، قلت لكم بيتزا مختلفة، الصوص خليتها على جنب مش معناتها باش تكون بيتزا بالصوص. دونك احنا لهنا المكونات نتاع البيتزا كيف كيف باش تكون واضحة أمامكم على الشاشة، البات نتاعنا كيما تشوفوا عجننا مكوناتها واللي هما حاطين كريم ليكيد
مي نجمو نعوضو كريم ليكيد بالحليب. الحليب ولا رايب. فوالا. وحطينا من بعد الفرينة نتاعنا. ننصحكم جوج ديما الخميره ما نحطوهاش هي والملح بحضة بعضهم، خاطر الملح ينقص من الفي نتاع الخميره، والخميره باش تتفاعل اسرع نحطوا لها ماء دافي مش سخون برشا، ما كانش زاده كيف كيف التولي، ما عادش عندنا معناتها ما عادش تخلي الحاجه تخمر كي يبدا الماء سخون برشا. نخليو الفلفل باش نكملو توا البصل وحتى شيء ما يضيع اللي قعد لنا من البلا الاخر باش نكملوه للبيتزا في اللحم المفروم. حاجه صحيه زيد راك ملح وحتى شيء. وي توتافي تبذير خاصه في شهر رمضان مالوغوزمون يكثر برشا، دونك ماذا بينا ديما نعملوا كلي غوسيت اللي زيد نرسكلوهم كيما كانوا قبل. يقول لك الشوربه تنجم تكون هي على باس طبق رئيسي كيما مرقة جلبينة، وإلا مرمز تولي هكا نجموا نردوها شوربه لو لوندومان. بالحق نجموا ما نضيعوا حتى شيء. صحيح. توا باش نحطوا البصل بعد. انت قول لنا اما خير مغذيه البيتزا هذه ولا البيتزا نتاعنا احنا؟ هي هذه ما دام فيها الخضره نتصور هي باش تنجح الحقيقه، على خاطر فيها قاعدين نشوفوا اللي فيها برشا الوان، دونك خاطر قد ما تكثر الالوان في الخضره معناها لي فيتامين موجودين بكثره، مضادات الاكسده موجودين، وخضره قاعدين توا نرحيو فيها نيه، معناها نحاولوا بالحق كما قلنا حتى قبيله لصغيرات اللي ما ياكلوش الخضره، دونك نعملوا دي غوسيت كيما هكا كاموفلي على الاقل في وسط الماكله ينجموا فريمون يحبوهم في لي غوسيت هذوما. توا باش نكملوا بالطماطم، مالوغوزمون مش نجمو نرحيو البطاطا لهنا. يزينا منها استعملناها ديجا ما نكثروش منها. باش نكملوا توا نرحيو الطماطم. واخر حاجه باش نزيدوها هذيك الصوص اللي خلينا منها على جنب، مش باش نزيدوها برشا، نخلطوا قبل ومن بعد نحكموا قداش باش نزيدوا في الطماطم. ديجا هما لاتراك الخلطات هذوما بصفه عامه، صحيح باش نحطوها احنا في البيتزا، اما زيده حتى في الكباب نتاعهم الكل يحطوا برشا الخضره هكا يفوحوا كاريمون كيما تو انت تحكي. الفلفل الاحمر يرحيوه افون معناها ويزيدوه اللفاحات والبصل، دوك ديما حتى يعني اللفاح نتاع الكباب نتاعهم تلقى الباز نتاعك الخلطه الحمراء اللي نحنا نشوفوها تلقى الباز نتاعها خضره. توا باش نزيدو من هالصوص الحمراء اللي هي طماطم مرحيه راهو. نزيدو شويه باش نحطو الملح. وعندنا الفلفل الاكحل، هو الحقيقه باش نعملوها في زوز انواع، باش نعملو نوع باللحم المفروم ونوع باللي فروماج. عندنا فروماج بلون وعندنا فروماج رابي. الزوز المهم جبن بالحق مش مستحضر، فوالا سورتو اللي هي حاجه مهمه برشا لنجاح الوصفه وللقيمه الغذائيه على الاخر. بيان سور ديما نتعلموا انه نقراو لي زيتيكيت نتاع اي حاجه نشريوها، والا نسالوا ميسالش يعني ساعات عند اللبين والا عند البلاصه اللي ناخذوا منها الجبن ما فيها بيس، نجم نقولوا اسكو هذيك ساعات منظره يشهي هكا نقول ماذا بيك الفخوماج هذيك ناخذ منه، اما ما فيها بيس تسال قبل اسكو هو مستحضر غذائي والا جبن بالحق. ديجا هو كي يبدا مستحضر يتحرق حتى في
يعني في انه الغسيل تنجح ولا يتحرق يولي كل بلاستيك. صحيح. هو من انه يولي كل بلاستيك هنا نخافوا على رواحنا اكيد دجا. اي تعرف انه هو عنده يسر مضر وكيف كيف زيدا حتى البنا ماهوش بني سانسيرمون معناها ينجم كما قلت راتي لي الغسيل كومبليتمون. صحيح ممكن السوم ارخص شويه مي ديما واحد صحته اكيد ابجل من كل شيء. صحيح. احنا توا باش ناخذوا البات نتاعنا باش نحلوها. نعاونك شويه صديق. فهمتني من غير ما نتكلم. باش ناخذوا البات ارتحت بالقديه هيك. اللي يحب يحضر بات مثلا من الصباح ويستعملها قبل شحن الفطر بشويه يحط اقل كميه ممكنه نتاع خميره هكاك ترتاح في عقلها. خاطر كان نحطوا هذاك الساشيه كامل نتاع خميره اللي هو ما يقارب 10 ل 15 غرام من بعد كي باش نجيو نتفقدوها باش نلقاوها قراصت. فوالا. مغرومه شويه بالكوجينه انا اللي هاني قاعده نشوف روحي. هو اخصائي تغذيه لازم عنده شويه غرام راهو بالكوجينه باش حتى لي باسيون نتاعو هكا ساعات يعطيوك هما خبره راهو لي باسيون يعطيوك افكار على دي غوسيت يسميو لك دي غوسيت من المناطق نتاعهم. معناها في تونس عندنا برشا مناطق اللي عندهم اوكليت سبيسيال اللي هما دوك نتعلموا منهم وبه كي تبدا كما قلنا مغرومه على الاقل تبدا تفيدهم شويه فكتبديله نتاع الغوسيت باش تفهمهم ويفهموك اكثر. فوالا شنو تعاونهم. اما الحقيقه بيناتنا حتى حد مو يسمع فينا تعمل اكثر هيلثي ولا مش هيلثي في الدار؟ الحقيقه نطيب هكا وهكا خاطر ما نحبش النوسيون تاع الحرمين معناها الحقيقه. اما ديما نمن انه الحاجه اللي تطيب في الدار ديما تكون صحيه مهما كانت لي زانغريديون اللي استعملتهم ديما تكون صحيه وتنجم انت تحكم فيها سولون لا سيتوياسيون اللي انت فيها. معناها كان باش تود العائله مريره في الجمعه ما فيها بيس وكان في وسط الجمعه هكا نقولوا احنا نحاولوا نكبسوا سنتوره شويه زاده كيف كيف ما فيها بيس. هو معروف يقول لك حتى الفريت بيدو مش كيما تقليه في الدار مش كيما تشريه مقلي من الشارع خاطر هذاك الزيت اللي تقلي مره واثنين وعشره يولي كالوريك مضر. اكثر ويقلق اكثر. صحيح. يولي مضر على الاخر يولي فيه مواد سامه لطف عليكم زاد كيف كيف تولي مواد دسمه مهدرجه معناها الزيت اللي فيهم تحرق ويوصل هذيك يذبب معناها ويولي هو اللي يضرنا العروق نتاعنا ويضرنا الخلايا نتاعنا. ذيك علاش في الدار كي نقليه مره في الفيل ما فماش حتى مشكله. وتوا الحقيقه ولاو عندنا برشا تكنولوجي اللي نجموا يعاونونا انه نتفاديو الحقيقه القليين اللي هو بالحق ينفع على الاخر وما نحرم روحي من حتى شيء. دونك هذيا البات نتاعنا توا باش نقسموها. اوكي انت تعلمي نصائح وانا نعلمك دير الفات. اه وي ايشانج. هما يختلفوا البيتزا نتاعهم حتى في الشكل احنا نعملوها مدوره ولا على طبق الفوق هما يعملوها اوفر. فوالا صفائح جو بونس في الشرق يسميوها صفائح جبنه ولا صفائح لحمة. يزيدوها الزعتر اللي هم الاتراك ما يحطوش الخليط نتاع الزعتر والجلجلين هذاك ما عندهمش. سوريا ممكن اكثر تستعمل الزعتر. هذه البات نتاعنا ومعروف انا باش نعطيك معلومه زمزم على اساس انت ما تعرفيش. ليه بالعكس انه البات قد ما ترتاح قد ما تقلقش مع عادتنا من بعد. صحيح. وقد ما يكون اقل خميره وترتاح هي اكثر في عقلها. صحيح. قد ما من بعدك ما يصير شكل بالون مون ونفخ مع عادتنا. هي البات البيضه ديما تقلق شويه سورتو العباد اللي عندهم بطبيعتهم مشاكل هضم معناها هضمهم بخيل شويه والا عندهم ياسر توندونس باش يجيهم بالونمون معناها نفاخ والا القبض. دونك هذاك علاش بالحق هوني الفارينه الكومبليت باهي على الاخر على خاطر لي زيفي سكوندير هذوما اقل العوارض الجانبيه اقل برشا. وكما قلنا زاد نجمو نخلطو معناها نجمو نعملو شويه شوفان مع شويه قمح مع شويه شعير والا نخاله باش تعطيك التكستور الباهيه اللي هي تكون طريه. ونستعملو كما قلنا قبيله البن والا الرايب والا الياغورت اللي هي تعطيها اكثر كتراوه
وتجينا الغوسيت نتاعنا ناجحه على الاخر. بالضبط. احنا تو باش نبداو نحلو بالورقه ورقه تاع بات. الحاجه اللي نجمو نعملوها نجمو نعملو الشكل نتاعها يبدا صغير اي كابورسيون حاضره لكل شخص. دونك كيما هكا باش ناخذ توا الخليط نتاع اللحم اللي حضرناه والخضره نتصور حتى باللحم الابيض تنجم تجي يعني العبيد اللي عندهم مشاكل نتاع ضغط الدم ولا كوليسترول يخافوا في شهر رمضان انهم خاطر لي غوسيت قولوا احنا شايح معناها يكثر شويه في شهر رمضان دونك نتصور انه ينجموا يبدلوا بالدجاج يتيب كسوا هكا شيء نقولوا احنا تخطوخ ازعر ويترحى اللي هو صحي على الاخر ونجموا نستعملوا به لي فاخس نتصور بدا ينجح على الاخر. صحيح. توا هذايا الكعبة الأولى نخليوها على جنب باش نوريو المشاهدين نتاعنا كيفاش إذا نحبوا نعملوها بالجبن. هو برشا ناس تحب الأكل لوبو سالي نتاع الفخوماج أما ديما الجبن نحاولوا بالحق نستعملوا أكثر جبونات البيضة معناها اللي هي ديما المواد الدسمة فيها قليلة معناها مضرتها ديما أقل. كما قلنا العبيد اللي عندهم كوليسترول ولا العبيد اللي عندهم ضغط الدم العبيد اللي تحب تستحفظ على صحتها تو سامبلومون الجبونات البيضه كما هذه الفخوماج تختيني ياسر يعاون خاطر اللوغوم تاعو ياسر بنين. وبالنسبه للفخوماج رابي نجمو نستعملوا الموتزاريلا العربي اللي هي ياسر بنينه وتعطي كل تجبيد هذيك اللي شيخوا عليها اللي كنا نستناو فيها نبداو فوالا. دونك الموتزاريلا العربي كمان باهيه فيها 30% مواد دسمه كمان مش كيما لي فخوماج ايمونتال وشيدار نلقاو فيهم حتى 60-70% مواد دسمه كبيره وساعات تلقى حتى الملح فيهم قوي. دونك نجمو نعملو ميلونج بين كيما هذه الفخوماج تختيني والموتزاريلا العربي نتصورها زادة كيف كيف تنجح على الاخر. اما انا هو اكثر جبن فيه اكثر بروتينات تهالي انا حسب ما نعرف قد ما جبن يكون شيح اكثر كيما البارميزون قد ما يكون فيه بروتين اكثر صحيح. خاطر يبدا كونسنتري معناها فريمون يكون فيه نسبه بروتينات ومواد دسمه والماء يكون فيه قليل دونك سي نورمال باش نلقاو فيه اكثر. ولكن كيما قلنا معناها البروتين راهو ينجم ما لازمناش نتيحوا في الفخ نتاع جبن فيه بروتين وننساو اللي هو فيه برشا دهون فيه برشا دهون وفيه برشا زاده كيف كيف ملح دونك نجمو يا اما نخلطو باش هكا نتحصلوا على كل مطعم اللي بنين معناها او ميم طون ما استعملتش كميات كبيره كما قلنا قبيله معناها الافراط في الكميه هو اللي فيه مشكل ونستعملوا اكثر جبن اللي فيه هكا اتختيني اللي هو فيه 18% مواد دسمه الفخوماج اتختيني كيف الجوتا زيد اقل حاجه براتيكمون عندنا جبن التستوري السيسيليان ياسر بنين زيد انا قاولي بالمعدنوس زيد في لي غوسيت كيما هكا يذوب راهو في الفور ويعطي اون تكستور ياسر جبن الموتزاريلا شويه فوالا والموتزاريلا اللي هي فيها 30% اعلى شويه اما ديما تقعد في المواد الدهنيه ريزونابل على الاخر. واضح اميره نصائح نتصور كانوا على الاخر ساهلين بسطت الحكايه على الاخر مش اي انسان يتفرج فينا ينجم يفهمنا. انا تو باش نكمل الكميه اللي عندي لهنا وبيناتنا باش نخلي اميره تعاوني ومن بعد نرجع لكم باش تشوفوا اطباقنا في شكلهم النهائي وهذيك الشارلوت باش نخرجوها ونزينوها كما قلت لكم بالكريم مونتي وبالفرومبواز اللي اميره قالت حاجه باهية انه نستعملوا لي فروي روج في رمضان. حضرة دبارتنا كما قاعدين تشوفوا فيها نذكركم اللي احنا من فقرة طبق من العالم اليوم اخترنا نعملوا بيتزا على الطريقة التركية كما تشوفوا عملنا كعيبات بالجبن كما وريتكم والاخرين باللحم المفروم اذا كان اللي زدناه الخضرة الفلفل البصل الطماطم ونجموا نحطوهم الزوز مع بعضهم كيف كيف وحاولت هكاك النوع باش تاخذوا اكثر افكار ومش بالضرورة جوست واحدة منهم يعني نجموا نخلطوهم الزوز. عملنا زيد حاجه خفيفه اليوم قلنا مادام عملنا البيتزا هذيا حضرنا البلا هذيا كما قاعدين نشوفوا فيه باللحم المفروم والخضره وكل شيء طاب في الفور ما قلينا حتى شيء اما اكيد اذا تحبوا البطاطا تقليوها تنجموا سينو في الفور تكفي نستناوها تطيب ومن بعد تتحمر شويه.
عملنا شارلوت فرامبواز شوكولا. جوست نصيحه ديما الحاجات هذوما ماذا بينا نخليوهم يصبروا قد ما نجموا قبل ما نقدموهم، خاطر قد ما يصبروا قد ما هذاك البسكوي يشرب اكثر الكريم والسيغو اللي غطسناه فيه، وتجينا بعديك الديكوب احلى. حطينا معجون فرامبواز فيها كيما ريتو، حطينا كريم غاناش مونتي شوكولا بلون وشوكولا نوار، وفي الاخر زينا بكعبات الفرامبواز. هذه دبارتنا كانت لليوم من الحلو للمالح، ان شاء الله تكون عجبتكم ونقول لكم شهية طيبه.